قلت لك مش سهل ما سمعتش كلامي. هما الرجاله اللي انا سايبهم هناك هما السبب. معلش يا حبيبي، مال هو؟ تسلم ايدك. على فكره انا رحت لداليا النهارده الصبح. في حاجه ولا ايه؟ كنت بطمن عليها من ساعه ما سابت البيت، لا حد كلمها ولا حد قال لها انت فين. هو حد كان قال لها تسيب البيت؟ ما هي اللي مشيت بكيفها. مشيت غضبانه يا فاروق، وحقها خسرت اول فرحتها غدر، وانت ما عملتلهاش اي حاجه، ما رجعتلهاش حقها. ارجع لها حقها من مين؟ الله، انت هتجننيني. اذا كانت اللي عملت العمله دي هربت، مش رؤية، والله ما رؤية، جمالات هي اللي عملت كده. ومين جاب سيرة رؤية دلوقتي؟ انا عارف انت بتفكر ازاي. فاروق انا حامل.